أما الأداء فقال الشيخ وأداؤها فرض عين، يعني أداؤها على من تحملها فرض عين متى دعي إليها. فلو أن هذا الشاهد الذي شهد على عقد البيع حصل إنكار من البائع لهذا العقد فارتفع الأمر إلى القضاء فدعاه المشتري ليشهد عند القاضي، يكون شهادته حينئذ فرض عين. ولهذا قال وأداؤها يعني على من تحملها فرض عين، لكن قلنا بشرط وهو أن يدعى إليها. وقوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قال العلماء إنه عام في التحمل والأداء.